رايك ايه؟ انا في ليفربول عايز اتكلم عن نقطتين. النقطه الاولانيه هي لويس دياز. ايوه لاعب ممتاز جدا جدا وصفقه. أيوة. يعني من الحاجات بتاعت يورجن كلوب وبتاعت فريق الداتا بتاعت ليفربول. متحرك في كل مكان في الملعب، بيلعب على باك مش سهل تماما، لا دفاعيا ولا هجوميا. ريس جيمس وقبله طبعا تشالوبا اللي كان اشراكه من توماس توخيل قرار خاطئ جدا. فلويس دياز هو صفقه من الحاجات اللي نزلت دايما، تيرسي نزل على طول في المكنه اشتغل من اول يوم. صح. فلاعب في رايي هو الاكثر تاثيرا من ساعه ما جه في هجوم ليفربول. ناقصه حته ان هو يفنش. بتاعت صلاح الاول بالظبط، بدايات صلاح. انا بشوف لويس دياز بدايات صلاح ان هو يفنش. عنده مشكله في الفينش في اوقات. صح. يعني لعيب امريكا الجنوبيه بالزبط. ده الطبيعي بتاعه. الحاجه الثانيه هي دايما اللي كان الكلام عليها على طول في انجلترا، هو ان انت صعب جدا تنافس على كل البطولات في موسم واحد. طبعا. وده بيجي من هنا عظمه انجاز 99 مع ثلاثيه مانشستر يونايتد. ده دلوقتي اللي ليفربول بيعيشه. ليفربول روبرتسون خرج اجهاد، فان دايك خرج اجهاد، صلاح من غير ما حد يقرب له مسك الاماميه، فابينيو من غير ما حد يقرب له من الاجهاد مسك العضله وخرج. صح. فهي دي كلها اصابه بسبب الاجهاد. ليفربول لعب كل ماتش متاح في الموسم ده، نهائي كاس الرابطه، نهائي كاس الاتحاد، وصل نهائي تشامبيونز ليج، بيكمل الدوري لاخره. فدي الحاجات اللي لازم كلوب يحاول ان هو يلملمها في الماتشين اللي فاضلين، لان هو اتكلم بعد الماتش قال ان احنا هنعمل تغييرات يوم الثلاثاء ضد ساوثامبتون، وده محتاج ده كويس جدا، لان نظريا هو محتاج معجزه عشان يكسب الدوري الانجليزي. صح. فاعتقد ان هو لو ما قدرش يهندل الكلام ده في الماتشين اللي جايين ممكن يمتد الكلام ده لما بعد كده في نهائي دوري الابطال. هو بيلعب نهائيات بقى له شهر، كل ماتش نهائي. من ناحيه ريال مدريد خلاص الدوري بيجرب لعيب شويه، يدي نص ساعه، يدي ده ماتش رايح. لان الريال دايما جاهز بدنيا. بالظبط. يعني الريال ده واللي رايح الريال السنه دي كمان واخد الدوري من فتره، الدوري خلصان او ان هو مش بينافس على الدوري اصلا. بالظبط، الدوري خلصان فمريح الريال. طيب ده ماتش ليفربول وتشيلسي بشكل عام. وتشيلسي يعني تشيلسي النهارده ما عملش مباراه كبيره يمكن على فترات في الوقت الاضافي. هو نسخه بالكربون من النهائي بتاع كاس رابطه المحترفين، وان تشيلسي برده جاله فرص ما قدرش يستغلها. صح. بس برده نفس المساحات. انا بكلم عليك كريم، محمود قال نقطه مهمه جدا، ان زي ما صفقه دياز على الجانب الهجومي فرق قوي مع ليفربول وعامل حلول كتير قوي، بس هي نقلت ساديو ماني من الجناح الشمال لمركز المهاجم، وده يمكن اللي ممكن قلل شويه الاسترجاع الكوره اللي كان ماني بيعمله في الحالات الدفاعيه ليفربول. يعني ماني برضو من مجهوده الوفير اللي كان بيعمله مع ليفربول كان في الحته بتاعت روبرتسون، كان بيقدر ان هو بيسترجع الكوره اكتر شويه من لويس دياز، فممكن ده اللي عامل مشكله شويه ومساحات ورا في دفاع ليفربول. صح، هتفهم معي.